دائما نجد ارقام محتشمه للانتاج براءه الاختراع في المغرب. قد تكتشف لنا في المعرض الجواب ديالك علاش ديما كان دائما نجد ما كاينش انتاج يعني مرتفع لبراءات الاختراع في المغرب. هل راجع ذلك لغياب استراتيجيه وطنيه للابتكار ام هناك اسباب اخرى؟ كنشكرك اولا على هذا السؤال. لا كاين هناك استراتيجيه وطنيه لدعم الابتكار التكنولوجي. وباش نشرحها بواحد العجاله ان هذه الاستراتيجيه كتجسد في واحد اربعه ديال المحاور اللي مقسمه ل 13 مشروع. وهذه المحاور هي الحوكمه والاطار، يعني كيحاولوا يعطوا واحد الاطار قانوني ومرن وفعال للحث على الانتاج التكنولوجي وبراءه الاختراع. بنيه تحتيه كاين ما يسمى اصطلح عليه تقريبا جميع الجامعات عندهم ما يسمى بمدن الابتكار. تقريبا ما نقولش كل شيء ولكن اغلبيه عندهم واحد المدن الابتكار كتكون تابعه للجامعه، وحتى هي كتكون على شكل حاضره ولكن ربما كتمشي اكثر لان كيكون قدروا يعطوهم مختبرات فين يقدروا يديروا الانتاج ديالهم، كيعطوهم كذلك تكوينات الى اخره. اذا كاين هذه البنيه التحتيه التكنولوجيه وكاين المشكل اللي كاين هنا هو كان اطار انا نتكلم على البنيه التحتيه ان ما كاينش ما يصطلح عليه بشي مكاتب مختصه لنقل التكنولوجيا او يصطلح عليه بالفرنسيه تكنولوجي ترانسفير تكنولوجي اوفيس، اللي هادشي كيتواجد في الدول المتقدمه. كاين في بعض الجامعات المغربيه الا الجامعه محمد السادس لبنقرير. نعم. هي بطبيعه الحال الجامعه اللي عندها امكانيات. نعم. اللي ما ربما الجامعات الاخرى ما تحضرش بديك الدعم اللي كاين عندها، اذا عندها الامكانيات هي حاليا هي. وكاينه شي جامعه خصوصيه لا داعي لذكر اسمها في هذا المجال. كذلك الدوله كتشجع على عناقيد المجموعات او لي كلوستر، تما راه من بين الاشياء اللي كتصارع الدوله باش تكون واحد نقل تكنولوجيا من 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 مختبرات الجامعه ولا مختبرات الكليات الى مجال. وفي هذه الاستراتيجيه كذلك كاين التمويل والدعم، ولكن بقى اشياء كتنقصوا لان كنا حنا طالبنا واحد الوقت باش يكون واحد اعفاء البحث العلمي، لان الاستاذ كيتقاضى في الاجره ديالو كاين واحد الاشياء مخصصه للبحث العلمي. قلنا حبذا لو ان اعفي البحث العلمي من هذا باش غيكون واحد التحفيز للاستاذ باش يقدر يعطي اكثر. كذلك اعفاء حتى الشركات، لان المشكل اللي عندنا كبير في المغرب ان الشركات لا تنتج الكثير من البراءات. والاحصائيات اللي نشرها المكتب المغربي للملكيه التجاريه والصناعيه كتقول بان اهم اللي كيعطي ابتكارات اكثر هما الجامعات. الشركات عندنا باقين ما اولا ربما ما تيقينش في انفسهم. عدد الانتاج الارقام الاخيره شحال تقريبا الانتاج براءه اختراع في المغرب؟ هذه السنه تقريبا شي 1114 براءه اختراع اللي كانت وكي هذا كيبقى واخا ضعيف مع ترتيب الابتكار الدولي. تقريبا كلاسينا في المرتبه 77 هذا العام. نعم. سكون ابل اندكس. ولا خدينا نماذج دول بحال تركيا، شحال الرتبه ديالها في هذا المؤشر تقريبا؟ ما عقلتش على الرقم، ولكن هي فايتانا لان هي بطبيعه الحال تركيا راه الثقافه ديال تركيا وتاريخ تركيا ديال تركيا اللي الدوله العثمانيه كذلك، لان بطبيعه الحال التاريخ كيبقى دائما يعني كيعطي الحاضر تشجيع ثقافه الابتكار. نعم. وان تركيا عندهم هذه القضيه ديال كما قلتي صعب الله التشجيع، وعندهم عندهم استثمار كبير. لان شفنا عدد السكان ديال تركيا تقريبا 80 مليون ديال الناس، يعني ضعف عدد ديالها. ولكن جامعه في تركيا ولا قلنا الجامعات تقريبا ما يروح 166 جامعه. حنا في المغرب عندنا 12 جامعه زائد الجامعات الخصوصيه اللي ما كتعاونش، يعني المغرب يحتاج الى بناء جامعات اخرى. الحال ان على الاقل خصنا نكونوا مقارنه مع تركيا دابا اللي 160 خصنا تكون عندنا على الاقل حنا واحد 70، وهذا ربما غيكون من حسب الحلم ان تكون 70 ولا 80 جامعه في المغرب. لان ملي كنقول جامعه راه طيب هي بطبيعه الحال جامعه راه فيها مؤسسات
يعني بحال جامعة الدار البيضاء راه فيها كما قلت قبيله 18 مؤسسة بكليات العلوم، كلية الهندسة، كلية وغير. واحد النقطة بغيت نقولها بالنسبة لتشجيع الشركات، لأن كتبقى الشركات المغربية ضعيفة الإنتاج والابتكار، ربما كتجي شركات دولية كتحط براءة الاختراع ديالها في المغرب باش كتحميها، بحال مثلا الشركات ديال الأدوية باش كتبغي تحمي لأنك كتسوق المنتوج ديالها في المغرب، ما تبغيش شي واحد ينافسها وينتج لها هذا، كتحميه في المغرب. وهذيك الشركات كتوضع اكثر من الشركات الوطنيه، وهذا هو الاشكال. اذا انا الشيء اللي كنفكر فيها هو ان حتى هذه الشركات تعطى واحد الاعفاء على ذاك الاستثمار اللي كديروا في الابتكار. مثلا شركه دارت واحد الابتكار جديد وخصو دار التسويق ديالو، انها تعفى من الضرائب على الشركات ولا على ولا على التي في. وكذلك بالنسبه للاستاذ يعفى من الضريبه على الدخل في المسائل اللي كتخلص زعما الاجره ديالو اللي حيت كاين الاجره كتقسم لجوج ولا العدد واحد كاين واحد الجزء خاص بالبحث العلمي، على الاقل هذاك الجزء الخاص بالبحث يعفى من الضريبه على الدخل، وغادي تكون واحد حافز كبير لان الاساتذه يقوموا كذلك. كذلك بين الاشياء اللي ربما لان الاستاذ باش كيترقى في المسار ديالو المهني كل باش كيدوز من اطار لاطار كيحطوا واحد الملف او واحد الملف ديال الترشيح باش يتجاوز هذاك، وكيدوز قدام واحد اللجنه وكاين واحد التنقيط ديال هذاك الملف. الا شفنا في التنقيط كاين ما كيعطوش واحد نقاط كثير على براءه الاختراع. نعم. كيركزوا بزاف على المنشور العلمي، وهذا الشيء كنت انا في اطار التجربه ديالي، لان كنت واحد الوقت كنت سي عمر سافرتي لدول متقدمه في هذا المجال، اليابان الولايات المتحده، وهي ابرز الافكار ولا الحلول اللي استنبطتيها باش هذيك الدول مشات بعيد في انتاج براءه الاختراع. تماما، ربما راه من خلال هذا الشيء اللي قلت دابا كاين هذه الحلول، راه ملي قلتها لك راه كاينه. وهذا السفر ديالي للياب كما قلت لي خصوصا اليابان والولايات المتحده بطبيعه الحال الولايات المتحده الامريكيه، راه جا في اطار هذيك الشراكه اللي عندنا مع الاولمبيك. وكانت واحد السفاره الامريكيه في المغرب طلبات واحد الناس اللي مختصين في المغرب باش دير لهم التكوين في الامريكان. وكذلك فاش مشيت لليابان كانت لوفيس جابوني ديال المكتب الياباني لبراءة الاختراع هو اللي كذلك طلب واحد الناس اللي غادي يكونهم، كنا واحد من العديد من واحد الدول، كان من امريكا اللاتينيه، من افريقيا، من اسيا، كنا احنا جوج واحد الزميل ديالي في كذلك في فاس، مشينا بجوج من المغرب وكان نقاشات كثيره وحضرنا بزاف الورشات وداكشي. ومن بين الاشياء اللي ركزوا عليها هو ان داك النقل التكنولوجي من الجامعه الى خص هذاك، كاين هذاك المشكل ديال ان داك العلاقه بين الجامعه والشركه، الاساتذه كيبقاو كما تيقولوا في داك البرج العاجي ديالو، ما كاينش واحد التواصل، ما كاينش واحد التواصل قطاع الشركات الخاصه. الشركات الخاصه ربما مشغوله بزاف مسائل انها تنتج ما كتفكرش بزاف في الابتكار، وربما ما كيامنوش بان راه كاينين قدرات في المغرب، كاينين الناس اللي يقدروا يعطيهم حلول. خص يكون داك التواصل ويجيو بهذيك الاشكاليه ديالهم ويطرحوا يقدروا يربحوا واحد، لان ربما واحد الشركه عندها واحد المشكل مثلا في انتاج كتمشي تتصل بواحد المختبر دولي اللي غادي يحسب عليها واحد الثمن البايض، الوغ كو اذا اتصلت بواحد الباحث مغربي مختص في المجال، هاد العلاقه من هذا التواصل هو الحلقه اللي كتخص في المغرب باش ممكن ان نسهلوا اولا نطوروا، لان في نفس الوقت راه نطوروا الابتكار ونديروا واحد الموارد اللي غادا تجي للجامعه، واش ما بقاش الجامعات غير الموارد ديالها تكون غير من الدوله، تكون كذلك من القطاع الخاص، ويساهم القطاع الخاص بالتطوير، لان راه ما جميع الدول اللي تطورات وخلال هذا الشيء اللي عشتو راه تطورات بالانتاج التكنولوجي ديالها بناء على ما كاينش شي دوله تطورات واستعملت التكنولوجيا جابتها من برا. تمام، كنبقاو
الا بقينا دائما كنستهلكوا التكنولوجيا ديال اللي كتجينا من برا ما عمرنا نتطوروا. الدول اللي تطورت كاليابان كوريا كوريا كلهم هذا هو السر النجاح ديالهم انهم الابتكار التكنولوجي انطلق من عندهم واستعملوا التكنولوجيا ديالهم هي اللي عطاتهم هذاك القوه ديال الانتاج. لان دابا مثلا الصين راه واحد ارقام خياليه ديال الانتاج البراعم، ما كاينش شي مجال اللي ما كينتجوش فيه براعم الاختراع. ما تصورش سي عبد الله اللي كنبقى نبحث على دائما تيطلعوا لي البراعم الاختراع ديال اذا سي عمر الحلول او المقترحات للنهوض بانتاج براعم الاختراع في المغرب ما هي في نظرك؟ غير كما قلت لي على التجربه اللي استنتجتها باش كنت في اليابان، سواء في اليابان او في الولايات المتحده، انهم كيخدموا بزاف على تطوير سوق للملكيه الفكريه واللي كيصطلح عليه باللي اي بي ماركت. كانت واحد التجربه دارها المكتب المغربي ولكن بقات شويه خاصه شويه تزيد تفعل. وكذلك كاين واحد القضيه اللي مهمه حتى هي اللي ربما بعض الدول اللي خدمات عليها بزاف، سكون ابيل لو بوزيسيونمون، التمركز في واحد مثلا في واحد لا تكنولوجي. مثلا المغرب تيحاول يدير هذا الشيء ومزيان، ولكن خصو يطور اكثر مثلا في التكنولوجيا ديال صناعه السيارات ولا التكنولوجيا ديال صناعه الطيران او حتى في الطاقه الشمسيه. ربما المغرب دابا بدا ياخذ واحد المكانه، ولكن خص هذا الشيء يتطور وتكون واحد الشراكه بين الجامعات وبين بين بين الكليات. وبين الاولويات اللي خصها تكون الوطنيه واللي خارجه في اطار هذيك الاستراتيجيه الوطنيه هي من الاولويات اللي مكتوبه على الورق حاليا. وانا ما نقولش بان راه تطبقات، انهم كيعطيو واحد الاولويه بزاف للصحه والبيئه والتكنولوجيا في ميدان الفلاحه والصيد البحري والمياه، خاصه هذه السنوات الاخيره لان المغرب اللي كيعيش هذه ازمه المياه. راه كاينين التكنولوجيا اللي تقدر تدوير المياه تمام، تحليه مياه البحر، كيفاش لان بالتكنولوجيا نقدروا نقصوا من كميه الاستهلاك. لكن بزاف الحلول اللي كدار دابا باش ما يكونش واحد استهلاك مفرط للطاقه من خلال التكنولوجيا. كذلك الطيران واللوجيستيك، المغرب راه عنده واحد التقدم نوعا ما في هذا المجال. وما نساوش وهذا مهم بزاف كذلك العلوم الانسانيه، البحث العلمي. طبعاً الحال في العلوم الانسانيه ما نقدروش نهضروا على براءه الاختراع، ولكن كاين الملكيه الفكريه، لان الملكيه الفكريه فيها بزاف الحوايج، فيها ما يصطلح عليه حقوق المؤلف، كاين العلامه التجاريه، كاين ما يسمى بلو ديزاين دي موديل، الرسم والشكل. هذه راه هي من الملكيات الفكريه. مثلا درتي واحد الهاتف ولا واحد ديزاين واحد الشكل، ما غتبغيش شي واحد اخر ينقل منك هذاك الشكل، كدير له كتقدر تحميه حتى هو بواحد بالملكيه الفكريه. اذا هي باش نعاود نلخص لك، لان هضرت على بزاف اشياء. حاجه مهمه بزاف يتعزيز التعاون بين مراكز البحث والصناعه، هذا مهم بزاف. نعم. ونخلق والدوله خص تلعب بزاف على هذا المحور باش تشجع كما قلت تحفيز ضريبي ديال الشركات. شركه مثلا اللي كتستثمر ولا كتعطي واحد المارشي للجامعه عندها واحد الخصم من مسائل الضريبه. كذلك خلق شي ميكانيزمات جديده وتكون خلاقه، انا كنهضروا على الابتكار، تكون ميكانيزمات لتمويل الابتكار باش ما يبقاش حاليا تمويل البحث العلمي والابحاث التنميه مازال ضعيف، يعني ضعيف جدا مقارنه بالعدد، لان ربما شفنا 0.8 ولا اقل من هذا العدد اللي يخصص للبحث العلمي. وماشي كلها كتمشي للبحث العلمي، لان كاين شي اشياء اللي كتقدر تمشي غير مثلا كتصفهم اشغال تطبيقيه ولا. اذا ما كايناش واحد الميزانيه اللي مهمه اللي تقدر تنهض بالبحث العلمي. وكما قلت قبيله التموقع المغرب بعض التكنولوجيات باش تكون كيبان على الصعيد العالمي، ها هما التكنولوجيات اللي في المغرب تقدم بزاف. نعم. وبالنسبه للانتاج داك المنشورات
تحدثنا سي عمر على منشورات مرحبا الى بنا هضرنا نعاود بعجاله نهضر على المعيقات الى سمحتي. اي المعيقات ممكن نسال المعيقات اللي اللي باش ما نبقوش نهضروا على الرفع هذا، نركزوا على شنو المشاكل اللي كتطرح في وجه ان يكون عندنا واحد التطور التكنولوجي واحد الانتاج. اولا هذه المعيقات كما قلنا قله الحوافز والتشجيع اللي هضرت عليهم قبيله، ما كاينش لا عند الاستاذ الباحث لا عند الشركات، خص شيء يتحفز ويتعطى. نقص وغياب تقريبا التعاون بين الجامعات والمحيط السوسيو اقتصادي الا بعض المسائل اللي كتكون فرضيه على الاشخاص. كاين واحد الغياب ديال ثقافه براءه الاختراع، وهذا الشيء لاحظتوا من خلال الحوار ديالي لا مع الطلبه الباحثين لا مع الاساتذه. راه كاين زعما بعض الطلبه في العلوم كيخدم في مجال التكنولوجيا ما تعرفش اشنا هي براءه الاختراع، تيقول لك اشنا هي شنو ملي كتقول له شنو كسكسي كان بروفي. دونك هذا راه دونك كاين واحد الثقافه، وهذا الشيء راه كان انا كان في اطار انني في هذا كنتنسق هذا المركز كنحاول تقريبا ندير جهد الامكان انا باش نقرب لهم. فوالا داك كما قلت عاوتاني كاين عدم اهتمام القطاع الخاص بالابتكار، ما كيفكرش الابتكار، ما كيفكروا يبيعوا، ما اروكو الا ربما الا دار الابتكار ربما يقدر يضاعف اضعاف داكشي اللي كيربح غير في الانتاج العادي ديالو. كذلك كاين داك المجتمع المغربي عندنا فيه هذيك القضيه ديال ما كاينش ديك روح كاينش روح المغامره روح المقاولاتيه باغيين نقراو نمشي نخدم في الوظيفه العموميه. ما كاينش هذاك ليسبري دينيشاتيف وناخذ ونغامر كما قلتي روح المغامره. وهذا الشيء كان ربما كنشوفوه حتى في عند المسؤولين كبار في الجامعات، ما عندهمش هذيك زعما هذيك الاستراتيجي انه يفكر في اغلبيه كيفكروا في المنشورات العلميه، الوغ براءة الاختراع راه كتستعملها كذلك ديك المؤسسات العالميه اللي كتصنف الجامعات. التصنيف ديال الجامعات راه ما كيرتكش، وهذا بغيت كنتوجه للمشاهدين وخصوصا الناس المسؤولين عن الجامعات، ان التصنيف العالمي ما كيرتكش فقط على المنشورات العلميه، راه كذلك كيدخل فيه براءة الاختراع في هذا. نعم سي عمر، وبالنسبة للدور ديال المنشورات العلمية في تشجيع براءة الاختراع، وكنا تحدثنا عن المنشورات العلمية ديال سي عمر. مرحبا سي عبد الله. كما قلت بغيت نوجه نستغل هذا السؤال ديالك سي عبد الله، نوجه واحد النداء للطلبة الباحثين ولا حتى الباحثين على العموم، ان كيفكروا دائما انهم يديروا واحد المنشور علمي، كيقدر يدير واحد التكنولوجيا جديده اللي عندها ربما واحد القيمه في السوق وما تيحميهاش، لان ملي كينشر هكا منشور علمي كما كان القوه ديال هذاك المنشور العلمي راه ما عمرو تيحمي، يعني اي واحد في العالم كيقدر يستغلها. اكثر من ذلك من خلال التجربه ديالي فاش خرجت لليابان، كاينين واحد المنظمات ولا جمعيات متكونه من باحثين كبار، شنو الدور ديالهم؟ كيقلبوا على المنشورات العلميه. نعم. تيكون منشور فيها شي حاجه مهمه لشي حل تكنولوجي، شنو كيديروا هما؟ تيشدوا هذاك وكيحولوا فيه كيزيدوا فيه شي حاجه وكيحطوه كبراءة الاختراع. نعم. يعني الخدمه المهمه دار هذاك الباحث في العالم وما عرفش بانهم راه الناس شدوا هذاك الانتاج ديالو واستغلوا ودخلوا منه الملايير والملايير ديال الاموال. نعم. اذا باش نرجع لك انا كان المنشورات بطبيعه الحال انا كاستاذ باحث كنعتبر انا الزامي ان الاستاذ لان كيتسمى استاذ باحث راه كاين واحد الجانب بيداغوجي ديال التدريس، ولكن الى جانب خص يكون عنده واحد الانتاج لان راه كنتخلصوا عليه هذاك الانتاج العلمي كنتخلصوا عليه ما على قله هذاك الاجره باش من باش هذا المهم هذاك عندنا هذاك الواجب ديالنا خصنا نقوموا بالانتاج العلمي وانتاج براءة الاختراع. وهنا بغيت نستغل هذه الفرصه سي عبد الله وهذه الذكرى اليوم كتستضيفني في 11 يناير بالضبط في يناير كتبت لك مجموعه من الدلالات كثير بطبيعه الحال تقديم وثيقه الاستقلال وزعما شنو نقول لك واحد لوماج لهذوك الناس اللي كتبوا هذيك الوثيقه ديال الاستقلال.
في هذاك الوقت اللي كان صعيب وكان باش تواجه واحد المستعمر طاغي، ماشي سهل، وما كانش واحد الوعي اللي كاين دابا عندنا، نعم لان المغرب ديال الربعينات ماشي هو المغرب ديال 2023 ولا 24. نعم اذا هذاك راه روح الناس كانت روح وطنية عالية. عاليه وشي ده. في نفس الوقت هاد الذكرى ديال جونفي هو التاسيس ديال واحد المجله غينوفا، مجله الابتكار. العدد دابا حاليا في الاصدار دابا العدد 20، ما العدد شاء الله. 20 دونك. اذا 2016 يعني 8 سنوات ديال هاد المجله. مزيد من الانتاج ان شاء والاثارات الله. العلميه. وهذه المجله العلميه راه كتختص في الانوفاسيون الابتكار وروح المقاوله أو رياده الاعمال، وهي معترف بها من طرف المركز الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي، وكنشكره في هذه الفرصه، هذا المركز، لانه عطانا خلال ذاك اللي ميس ذاك لو سونتر ديالو، انها عطانا ان سيت ويب اللي خدام وكنشرو فيه يوميا ودائما خدام بواحد المستوى عالي، وهنا كنوجهوا لهم هذا الشكر. بالنسبه لسي عمر، الحلول للنهوض بالابتكار والاختراع في المغرب، ما هي في نظرك؟ بطبيعه الحال، لان هضرنا على المشاكل، خصنا نهضروا كذلك على شنو هي الحلول اللي ممكن نديروها. انا كنقول حاجه مهمه بزاف هي خلق في المراكز في الجامعات واحد المكاتب خاصه بنقل التكنولوجيا من المختبرات الى هذا دور خصو يكون، وخصو تحط له واحد الميزانيه، ويجيو ناس مختصين في دراسه السوق ومختصين بالضبط. كاين المختصين دابا في العالم ولا في المغرب، راه كاين تبارك الله اختصاصات كثيره، ان يكون مختص في هذا القضيه ديال نقل التكنولوجيا من المختبر الى الصناعه، ويجي ويكون عنده امكان انه يتصل بالمحيط السوسيو اقتصادي ويعرف شنو هي المشاكل المطروحه مثلا في صناعه السيارات، في صناعه الغذائيه، في صناعه ويجيب هذيك المشاكل، ويقدر تكون واحد برك المعلومات اللي يقدروا الاساتذه من خلاله يشوف مثلا في معالجه المياه. انا عندي خدام على المعالجه، نقدر نشوف هذاك نخدم عليه ونعطي حلول. وكاين الاساتذه راه كيخدم، انا بالطبيعه انا خدام على شي مسائل اللي ربما كان نعم. ممكن انها تسوق وتدوز دوز لها، لان وكاينه حتى ملي كدوز انك تنقل التكنولوجيا هذا كاين مشاكل كثيره، كاين واحد المشاكل معيقات كثيره. كذلك خصنا نلعبوا بزاف على التكوين في هذه المجالات ديال التسويق، ديال نقل التكنولوجيا، ديال دراسه السوق، التعامل مع السوق، خلق واحد السوق وطنيه. هضرت على قبل الاي بي ماركت، تكون واحد الاي بي ماركت تقريبا كل سنه ولا كل سنتين يكون واحد المعرض ديال التكنولوجيا، الحلول التكنولوجيه، كما يوقع في الدول، لان كاين معارض كبيره في الدول خاصه غير بلي بروفي وبلي التكنولوجيات الجديده والحلول اللي كتعطى. علاش ما نديروش مع في العلم ديالي ما كاينش شي معرض في المغرب مثلا خاص بهادشي ديال الابتكار التكنولوجي اللي كيتلقى فيه الباحث في الجامعه ولا مراكز البحث؟ البحث العلمي راه في المغرب ماشي في الجامعات، راه كاين مراكز البحث اللي كيكون فيها كذلك. دار قبيل على المركز الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي، كذلك كاين واحد ديال الفلاحه، كاين ديال الصيد، راه كاين مراكز اللي كاين مراكز تقنيه كذلك في العديد من المجالات اللي يعني. وهذا الشيء ربما الناس ما تعرفوش وما تيجهلوا. كاين الزياده في الاستثمار، الاستثمار لان كل شيء على الاستثمار. نعم. وتحفيز ضريبي للشركات ولا حتى الاساتذه، وتشجيع اكثر خلق المزيد من حاضنات المقاولات، لان هي غتكون بحال واحد الحلقه ديال الوصل بين ان الطالب اللي كيتخرج وكيمشي في اللي عنده فكره بطبيعه الحال المشروع باش يمشي تعطيه واحد المجال اللي يقدر يشتغل فيه، على ما كيدير تكون السوق ديالو وداك الشيء، وديك الساعه كيمشي يخرج للسوق مباشره ويشتغل. نعم. التعليم والتدريب بطبيعه الحال، وانفتاح الجامعه ديالها على المحيط السوسيو اقتصادي. نعم، شكرا جزيلا سي عمر على كل هذه التوضيحات. شكرا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، ونضرب لكم موعد جديد.